استاذ رامي مش معقول. اتفضل اتفضل يا دي الحنه اللي انا فيه. اتفضل مش معقول ان حضرتك تشرفني. قلت لسعادتك انها مش موجوده. ده مكتبها؟ ايوه فندم. خرجت امتى؟ اول ما سمعت خبر الناس في عربيه مدير البنك نزلت جري، ومن ساعتها ما رجعتش. عنوانها معاك؟ ايوه فندم. شاوي تاخد العنوان وتجيب لي سوسن واللي اسمه رامو ده من تحت تقطيع الارض وجيني على المكتب حالا. تعالي معايا المديرين. تيجي معاكوا فين؟ هي سايبه؟ انا بنت صحفيه قد الدنيا. ماما ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا مؤاخذه يا فندم، لا مؤاخذه. ماما اصلا انا كنت عملت تحقيق مهم عن حادثه كده، والظاهر مش عارفين يعملوا حاجه من غيري وعايزين معلومات مهمه مني. خشي انت احسن، بابا يصحى وانا هتصرف معاهم. ايه بقى الحكايه يا مؤاخذه يا فندم؟ انيس سوسن مطلوب القبض عليكي. قربنا على الفجر واللي بنعيد نزيده. انت ليه ما تقوليش الحقيقه وتريحي نفسك وتريحينا؟ يا فندم انا قلت لك على كل اللي اعرفه. طب لو المليون جنيه ما اندفعوش هيحصل ايه؟ هيحصل بلاوي وكوارث. ايه هي بقى البلاوي والكوارث دي؟ ما اعرفش، رامي قال لي هيحصل بلاوي وكوارث وبس. ده اللي قلتيه لزوجة مدير البنك، ما تحاوليش تنكري. الست اتعرفت عليكي ووجهتك. انا ما بنكرش، انا رحت لها عشان احذرها من البلاوي والكوارث اللي قال عليها رامي. بالظبط كده يا فندم. ممكن اروح انام بقى؟ فين رامي دلوقتي؟ معرفش. طب هربان فين؟ برضه معرفش. 10 ساعات اللي عليك معرفش. ما تعترفي وتخلصينا بقى. اعترف بايه بس؟ انك انت ورامي اللي خططتوا لكل ده. هو يرتكب الجريمه وانت تساعديه، وفي نفس الوقت توهمونا ان في شخص ثالث مرتكب الحوادث دي عشان ننشغل عنكم وتلهفوا انتوا المليون جنيه. خطه ذكيه ما يرسمهاش الا ناس في منتهى الذكاء، مؤلف سينمائي خيال واسع، وصحفيه كل تخصصها في اخبار الجريمه، صح؟ لا غلط. اعترفي وخلصينا بقى. اعترف بايه بس؟ اعترف بحاجه ما عملتهاش. طب قول لنا رامي فين؟ لما حسنين لما حسنين شويه كده. رايح فين؟ تعالى احنا لسه ما كملناش الكلام. بكره اللي ما كملناه امبارح هنكمله بكره. قلب تعسيمه قال ده باين انه خايف من الرقابه. الو. ايوه انا شوكت عبد الرحمن. صباح الخير يا شوكت بيه. قدامك ربع ساعه علشان تقابلني في المكان اللي قلت لك عليه ومعاك المليون جنيه. لو ما جيتش هنفذ تهديدي. هنسف البنك زي ما نسفت عربيتك. مين اللي بيتكلم؟ الو؟ الو؟ يا لهوي ينسف البنك. يا منى اديني مديرية الأمن. الو؟ ايوه شوكت دي. ايه؟ بتقول ايه؟ فين المكان اللي هيقابلك فيه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ طب انا جاي لك حل. في اقل من لمح البصر تجهزي له قوه تطلع بيه على البنك، وانت شوقي خبر المفرقعات وتحصلني على هناك. حاضر. البنت دي ترموها في الحجز لغايه لما نقبض على شريكها. حجز؟ شريكها مين بس يا فندم؟ انت لسه هتستعبطي؟ هينسف البنك بعد تلت ساعه. ينسف البنك؟ لا مؤاخذة، أقدحك فين؟ أقدحك فين؟
بندم الكنيف. انت وليد؟ شكرا. انت وليد فين؟ من هنا. شكرا. يا ريت ادب. لا 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 مؤاخذة، ونبي ما انت غايب، خليك مستريح، خليك. دستور. شوقي شوقي، خدني على حجز يا شوقي. الو، هو انت؟ مين هو؟ ليه يا شوقي اتعملت كده؟ انا مش قلت لك ما تبلغش البوليس يا حبيبي؟ زعلتني يا شيخ. انت تسكت خالص وتسمعني كويس. ليه طلبات جديدة؟ فتح مخك ودانك واسمعني كويس. ايه استاذ رامي؟ أعتقد بعد كل اللي حصل ده، وبعد ما قبضنا عليك وأنت متلبس بالشروع في ارتكاب جريمة، من مصلحتك تعترف. أعترف بإيه؟ والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة. شوف يا رامي، خليك قاعد. لا مؤاخذة يا بيه. خليك قاعد. لا مؤاخذة. شايف الناس اللي قاعدين هناك دول؟ ثانية واحدة يا بيه. أيوة على مهلك. شوفهم براحتك. شفتهم؟ أيوة يا بيه. الأولاني ده مدير الأمن العام. اللي جنبيه مساعد وزير الداخليه. اللي الناحيه دي بقى مدير المباحث الجنائيه، اللي جنبه مدير مباحث امن الدوله. يعني موضوعك كبر قوي وما بقاش جنايه عاديه. قلت ايه يا مؤيد؟ الله يرحمك يا ابو. لا اهدى، امال اهدى واسمعني.
المحارب دول لو استلموك هيرحموك. خليك معايا احسن لك. اللي شوفوا يا بيه. اللي شوفوا. اهو ده الكلام العاقل. قول لي بقى، معاك قنابل قد ايه؟ وشايلهم فين؟ ماني قلت لك يا بيه؟ سمير هو اللي معاه القنابل. لو مش مصدقني اسال جوز امي. عادل بيه. الاستاذ شوكت مدير البنك مستني بره. عايز ايه ده دلوقتي؟ بيقول الموضوع مهم جدا. شوف يا رامي يا ابني، مش عيب الواحد يغلط، لكن العيب اننا نتمادى في الغلط، وكل شيء ممكن علاجه، بس المهم صارحني بكل حاجه. مظبوط؟ مظبوط يا بيه، مظبوط. قول لي بقى. ايوه. مين الدوله الاجنبيه اللي جندتك وزودتك بالمتفجرات؟ ها؟ يا سنة صغيرة يا أولاد. هات المتهمة الثانية. حاضر يا فندم. أنت متأكد إنه نفس الصوت؟ هو ده مكلمني من ربع ساعة. وطلباته إيه المرة دي؟ مليون منكم، ده غير المليون اللي طالبه مني انا. ايه منكو دي؟ من الحكومه يعني، هو اللي قال لي كده. مليون جنيه؟ مليون جنيه، واتصل بيا وقال لي ان هو هيحدد ميعاد التسليم امتى وفين. واذا ما دفعناش ما قالكش هينسف ايه المره دي؟ أمن دولة، ولازم تفهموا إن دي آخر فرصة قدامكم، والاعتراف ممكن يخفف عليكم الحكم. خلاص بقى يا رامي، اعترف وخلصنا. ما تبقاش راسك ناشفة واعترف. حاضر، أنا بجر وبعترف. بعترف إني حمار، عشان حاولت أتدخل وأنجد أرواح ناس أبرية. أنا حمار يا بيه، عمر وابن حمار كمان. يعني برضه مصمم على الإنكار. سيادة اللواء، اسمح. اسمع ما تقدمناش في داهية، كفاية اللي احنا فيه. أنسة سوسن، أستاذ رامي، احنا آسفين جدا جدا على اللي حصل. على المشنقي؟ لا، تقدروا تروحوا. براي؟ أيوه. يعني هننام؟ لا لا نميه، يلا بينا احسن يرجعوا كلامه. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد. اطلب لي مكتب سيادة الوزير. المجرم مازال طليق، ومحدش يعرف عدد القنابل اللي معاه قد ايه بالظبط. ومن مراجعة كمية المتفجرات اللي اتسرقت من المحاجر يتبين لنا انها كمية مش بسيطة، وده طبعا بيشكل خطورة على امن البلد وامن المواطنين. وعشان كده يا فندم انا من رايي ان مديريه الامن تتولى القضيه دي بكامل اجهزتها. انا عندي راي تاني. اتفضل. القضيه دي سلاحها الاساسي قنابل، يعني متفجرات. اذا هي قضيه امن دوله من الدرجه الاولى. ايوه، بس مش لازم ننسى ان المجرم اللي عندنا ده مجرم عادي، مش عميل لدوله اجنبيه، وجهاز المباحث العامه هو اللي عنده الاستعداد الكامل للتعامل مع مثل هؤلاء المجرمين. جايز المجرم عادي، لكن السلاح اللي معاه غير عادي، وده من اختصاصنا. بس مديرية الأمن مسؤولة عن أمن المواطنين، وإحنا مسؤولين عن أمن الدولة. بس دي قضية من اختصاص المباحث، مديرية الأمن لازم هي اللي تتولاها. أنا أؤيد زي يا جماعة، من فضلكم القضية دي تهمنا كلنا، ولازم جميع أجهزة الأمن اللي في الدولة تتعاون من أجل هدف واحد، القبض على المتهم وتحريز المتفجرات اللي معاه. عميد عادل. ايوه فندم. خيوط القضيه معاك من الاول، وعشان كده سياده وزير الداخليه قرر ان انت تتولاها شخصيا بنفسك. وزاره الخزانه قررت تديك مليون جنيه عهده شخصيه عليك، يبقى مهمتك القبض على المجرم وارجاع المليون جنيه. انا عارف طبعا انها مهمه قاسيه، لكن ربنا معاك.
يا عصر حسين. عرش نفوخ يا سوس. يا اخويا قول الحمد لله. ادينا خلصنا من موضوع سمير ده. همي ونزحنا على كتافي. او البوليس يصطفل وياه ويريحني. الدرس فاسد وخلعته. الحمد لله. خبطتك. لا 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 عايز ايه يا عم حسن؟ اصلي اغسل وشي. طلعني اعمل لك ايه؟ عايز صابونه بريحه. لازم بريحه. الهي ربنا يريحك يا عم حسنين. يعني يريح قلبك. خد يا عم حسنين بورقيته والله وبريح. تسكر. ربنا يخليك يا زو. ربنا يكرمك انا بحبك يا زو. اشرب شاي يا ابو الزو. ما تشرب شاي بقى يا زو. ده اللي قال اختار الدار اختار الجار قبل الدار. عارفه يا سوسن مش هيريحني من عم حسنين غير حاجه واحده. حاجه ايه؟ اني اتجوز واتكن كده في شقه حلوه. تتجوز ومين دي اللي ترضى بواحد زيك فنان وذو شخصيه مجنونه؟ واحده مجنونه زي الله الله الله. بقول لك ايه، احترم نفسك ولم لسانك وخليك مؤدب. والله انتي حتى ترجعي تلبخي ليه تاني؟ ما انت كنتي كويسه. دي مالها دي؟ بلاش. انا اقول لي يا ساوسه انت مخطوبه يا ابني؟ انا مش فاضيه للكلام الفارغ ولعب العيال ده. فالخطوبه والجواز لعب عيال. انت عايز ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش. لا والنبي يكون قصدك. يعني انت موافقه؟ موافقه على ايه؟ ده انا عريس لوكت لا اب ولا ام، مقطوع من شجر، حتى جوز امي دلكته. انت كل حاجه تاخدها ببساطه كده. واحنا عجدها ليه بس؟ قولي موافق. قول ما ودي وانتو كانت هتوافق. الو مين؟ الله الله يخرب بيتك، انت عايز مني ايه؟ نعم؟ عايز مني ايه؟ زي ما بوظت لي النهاية، تألف لي نهاية تانية، بس تكون نهاية سعيدة، لا فيها بليس ولا دم ولا رصاص، ولا أنت ما بتحبش مجدي، قدامك ست ساعات وهتصل بيك، وتكون جاهز، وإلا بشرفي، هخلي مجدي يتصرف. يولع بسبيطة والبوليس اتصرف وياه. افرض اذاك هيعمل ايه يعني؟ هينزف العربية ينزف على اجالي يريحني منه. افرض نصفها وانت جواها. صحيح ده مجنون وممكن يعمل. انا الهباس اللي كان خلاني الف الرواية الهباب دي. انت لازم تختفي من قدامه حالا. صح. انا هسافر البلد، اروح اكن عند جوز امي. جوز امك ايه بس؟ ما هو زي ما عرف عنوانك هنا هيعرف عنوان امك وجوز امك. صح. امال اروح بايه؟ اسمع انا جات لي فكرة، احنا عندنا شقة في اسكندرية ما بنروحهاش غير من الصيف للصيف، هروح جاري اجيب المفتاح قبل ما تلم هدومك، فاهم؟ صح. مش هتأخر. ساوس انا مستنيك، اوعي تعوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه يا عم حسنين؟ عايز السبرتايه وشويه سكر وشويه بن عشان خرمار. بص يا عم حسنين اطلع معايا اطلع معايا اطلع. لا 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 يا عم حسنين. طيب بلاش السكر. لو ما سبتنيش هشربها ساد. يعني هقتلك يا زو. هقتلك يا عم حسنين هقتلك. هقتلك يا عم حسنين. يا جدع عادل بيه تسمع. اتفضل يا عادل بيه اتفضل اتفضل. استاذ رامي يا بيه. عاش. حاضر يا بيه. اقعد
يقعد، ده مش وقت الأدب. زي ما بوظت النهاية كان لي في نهاية تانية قدامك ست ساعات وهتصل بيك وهنا بشرفي خلي مجدي يتصرف. استنى بس، ألو، عشان تعرف بس إنك مش لوحدك وإننا عارفين كل حاجة. خليك معايا، خليك معايا. أيوة بيه، تأكد إننا بنعمل لحمايتك. أنا ما اشتكيتش يا بيه، أنا تحت أمر الحكومة. فلتحيا الحكومة. لو سمحت قوم. أيوة أخويا قوم. تعالى معايا، تعالى. لا 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 لا، سيبك منه وركز معايا، ركز معايا. أيوة بيه، أنا طالب منك خدمة. أيوة بيه، عايزك تنفذ كل اللي طلبه سمير منك. أيوة نعم يا بيه. تكتب له النهاية اللي هو عايزها وفي نفس الوقت تمكننا من القبض عليه. ايوه بيبي، بس بس ايه، دي مهنتك، انت مؤلف وخيالك واسع. الوحي ينزل، وادي القلم وادي الورق. يلا يلا فنان، اسمع الكلام. اقعد. اكتب، الف. اهو هتكسب بدل كلهم. يا رامي ابعد ده يا زوق. ده حسنين جاري. انا ما عملتش حاجه، هتوديني فين يا زوق؟ هروح مشوار. مشوار ايه بس؟ انا ساكن هنا. هرجعك تاني بس بعدين. انسه سوسن، يستحسن تسيب المكان ده فورا. ايوه بس استاذ رامي، دي اجراءات امن. ايوه بس انا انت ايه تاني يا انسه؟ انا خطبته. الانسه سوسن خطيبتي. بصرف النظر، الانسه صحفيه والاجراءات اللي احنا واخدينها دي في منتهى السريه، وده لحمايتك يا استاذ. ايوه رامي، عادل بيه طبعا عنده حق، بس اوعدك يا فندم بشرف المهنه اني لو قعدت مش هنشر حاجه. خالص خالص يا فندم. وما اسمحش صوتك. خالص يا فندم. ورا الباب وقعدي. حاضر يا فندم. ولا كلمه. اقفل الباب. اتفضلي وقعدي وراه. حاضر. في الركن ده. اتفضل يا استاذ الف. حاضر. طب ممكن تيجي تقعد جنبي عشان الوحي. عشان الوحي بس. حاضر، شكرا. اتفضلي يا ملهمه، اقعدي. اتفضلي. يا سوسن خطيبتي، اقعدي. انا مش عارف اخد راحتي معاك، ما كانش عم حسنين يبقى رجال الامن. استاذ رامي. ايوه بيه. الف يا حبيبي. حضر يا بيه. وكان مجدي. حاول تعرف مصدرها. يا جازي حسن، حاول تطول معاه على قد ما تقدر، ما ترفعش السماعه لما اقول لك. جاهز؟ جاهزين؟ ارفع. الو. ايوه انا، مين اللي بيتكلم؟ لسه مش عارف صوتي؟ هو انت؟ الفت النهايه؟ ايوه طبعا، تعال عشان تاخدها. طب مش تحكيها لي الاول؟ جاهز ما تعجبنيش اخليك تالف غيرها؟ كده هو. حاضر. شوف يا سيدي، المشهد الاول نهار خارجي ميدان التحرير. اختصر. طب
مش احكي لك بالتفصيل؟ هات من الاخر واختصر. حاضر. يحطوا لك المليون جنيه في شنطه. الاتنين مليون. خليهم ثلاثة، احنا خسرانين حاجة؟ شوكت بيه مدير البنك يجي لك بالشنطة في كافيتيريا في ميدان التحرير. تاخد الشنطة بالفلوس وتطلع على المطار، تسافر على برا عيدك، وتنزل كلمة النهاية على الطيارة وهي طالعة بيك بتعمل بو. ماشي؟ لسه ضمان. مفيش ضمان؟ لا طبعا، الضمان موجود. الجنابي. انت معاك متفجرات تنزل جبل المقاطع. اي لعبة كده ولا كده هدد بناس في الطيارة على طول. انا موافق على النهاية دي. بس مع تغيير بسيط. تحت امرك يا سمير بيه، امر. انت اللي هتجيب لي شنطة الفلوس. ها؟ هتحط في جيبك منديل احمر كبير. كل اصحابك اللي حواليك لو حاولوا انا هنزف الدنيا بحالها. استنى بس، ده قافل. وصلتوا الحاجة؟ ده عنوان مصدر المكالمة يا فندم. كويس. شوقي، شوقي سامعني؟ الو مليان. اتحرك بالقوة على العنوان ده. وراي. مين اللي كان بيكلم في التليفون؟ ده الأستاذ سمير يا بيه. اطلع وريني قط. حاضر. اطلع فاهم. سعادة الباشا. ايه؟